سلطان شقيق اخونا وليد. يا مرحبا يا سلطان. يا مرحبا ومسهلا. يلا حيه. يلا حيه. كيف حالك سلطان؟ عساك طيب. بخير ابشرك. وش حالك نزار؟ الله يسلمك. وصلتك ترحيبه محمد بن ناصر؟ ما اسمعك، صوتك بعيد. الله يطول عمرك يا مر. يرحبون بك الشباب كلهم، شرفتنا في اتصالك يا سلطان. تبقون تحيون جميع يعني معدمكم. يا مرحبا بك سلطان. كيف شايف وليد مع السفارة؟ الله يبيض وجهه ووجه الضياء كلهم شرفينا. وابو ناصر مجمنا الله يطول بعمره. طيب نصيحة تقدمها لوليد والمتسابقين الباقيين؟ أول نصائح، أول شيء وهم الله ما يتوصون بها الصلاة وتواجدهم، وهم الله إن شاء الله ما مقصرين، وهذه والله أهم النصائح. وأما من ناحية الوقت تقول الله لا تبخلون به الكلام الطيب، وهم يجيبون هم لك كل شيء. الله يطول عمرك وليد. الناس اللي خلف الشاشات. طيب وليد وش حاب تقول له؟ العب يا سلطان. تبقى يا ابو ناصر ارحب. يلا حيو. كيف حالك؟ الله يسلمك. وخير ابشر شلوك؟ الله يعافيك. شلون الشايب الاخوان؟ خير ابشرك ما عليهم سلامة كلهم طيبين. نحمد الله ناصر شلونه؟ بخير ام طيب؟ بشرك ناصر شلونه؟ ما عليه طيب ابشرك، انا اتابعك في التلفزيون. الله يجعله. علوم البل علوم الرعيب. ما عليها الرعيب طيبة ومرحوبة وشارها كلها طيبة. سلطان نظام الفقرة عارفها والأسئلة؟ والله ما هاب جدا. طيب بنسأل وليد إن شاء الله 5 أسئلة، تم سؤالك إياها قبل وأجوبتك موجودة عندنا. إذا تمت يعني الاتفاق أو التوافق بينك وبين أخوك وليد في إجابة السؤال الأول يتم منحه 100 نقطة. في حال ما تم توافق بينك وبين أخوك وليد بيتم الخصم منه 50 نقطة، علما بأن الإجابات المتاحة وافق أرفض أحتار. أنت بتبقى معنا على اتصال على ما يجي دور وليد بإذن الله. طيب الحين الاتصال.